غرام انا دايبة صبابة، يما في الغرام والعشق غلابة، اللي البهوان يا عيني نسيني وشغلني هواك ومسهر عيني. انا في الغرام انا دايبة صبابة، يما في الغرام والعشق غلابة. شوفي لك الهالرقص، شوفي خير ياسمين. انا طايره طايره في السما، حاسه ان انا في عالم تاني. خليك بهالعالم. هلا طلع مش مجوز. مين؟ عامر؟ ايه. امال مين البنت اللي كانت قاعده معاه في الشقه؟ اخته ريما طلعت قاعده معه لانها ناطره الفيزا لتطلع، لانه رايحه لعند جوزها على كندا. بجد؟ ومش بس هيك، اجت زارتني اليوم بالبيت. زارتك؟ اجت تخبرني انه هي بدها تخطب له لخي عامر. وخطبتك كمان؟ ما خطبتني يعني، بس انه سمعتني تسميع. يا بنتي يعني هي لو ما كانتش ناويه تخطبك ما كانتش جت اساسا، يعني ما فيش سبب تاني للزياره. ايه ده؟ معقوله يعني تتخطبي وتتجوزي قبلي؟ انا مثلك بالاول، شو انبسطت ما فيك تتخيلي قد الدنيا كلها. وبعدين فجاه تذكرت شو؟ حضرتي مجوزه. بس انت جوزك سابك. هلا هو تركني مظبوط، بس الحلو انه بعدنا على زمته. طب وبعدين يعني انت هتفضلي كده زي البيت الوقف؟ خلص خلص عن جد ما بعرف اساسا هي ما حكت شيء. يا ياسمين يا حبيبتي ما ينفعش تفضلي كده، فلنفرض اي حد تاني غير عامر دخل حياتك، هتعملي ايه وقتها؟ لازم تلاقي حل للموضوع ده. طب ما بعرف يعني شو بدي اعمل، ما عم بفهم. طلقي؟ طلقه؟ مش تلاقيه بالاول؟ ايه ده؟ ايه كتاب المسرح؟ وشو بدك بالمسرح؟ ماشي هيك حشرية. كارلا طلع فيي، شو في براسك؟ ميديا خبرتني انه بدك تنقل من الجامعة. اكيد لا. خلصيني بقى قولي لي شو في. شو بك دخلك بضلك تسألي 100 سؤال بالتنكة؟ كارلا بدي افهم شو عم بيصير بينك وبين ميديا، هلا قولي لي. القصة وما فيها انه ديدي عبالها تتسجل بمعهد التمثيل، فأنا سألت ميديا لأن هي بتفهم بهول الأمور. ميديا فكرت لأنه أنا سألت يعني أنا اللي بدي أتسجل. دخلك ديانا ما تركت الجامعة من زمان؟ وحبت ترجع تتسجل من أول وجديد، فيها شي هيدي؟ باي أختي. ديانا في إتلا ميديا، ما خبرتها هيك. كارلا! ما زلت ديانا في إتلا ميديا، ليه ما خبرتها هيك؟ تعال هون شوف. ما لقيت أبداً.